عينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد فينا إلا ما فهمتوش بصراحة، حسيته مستني يسمع أي حاجة تثبت له إن رحمة بريئة، خد مني الكلمتين وطلع يجري فرحان بيهم زي العيال. عادي بيحبها وهي عارفة ده كويس، وبنت اللذينة زي ما تكون متأكدة إنه هيسألني، وصلت له الإجابة عن طريقي بمنتهى الذكاء. واضح إنك عارفاها وفاهمها كويس. محدش يفهم رحمة كويس، لو عشت معاها عمرك كله هتحس برضه في الآخر إن في حاجة ما تعرفهاش. انتي تعرفيها بقالك قد ايه؟ من ساعة لما رجعت مصر اتعرفت عليها عن طريق common friends وارتحت لها قوي في الاول. وبعد كده؟ كل ما بقرب منها ببعد اكتر. انسانة غريبة عايشة جوه نفسها، صعب قوي تتكشف على حد. موضوع البنت اللي انتحرت ده ايوه يعني عملت ايه بعد كده؟ قولك انتحرت. انا بتكلم على رحمة مش على البنت. هو في ايه؟ انت مالك مهتم بيها قوي كده؟ مفيش حاجة، انت اللي بتحكي. لا انت اللي بتسأل، ومن ساعة لما جيت وانت عمال تسأل. يا ريت تفهمني عشان مخي ما يروحش لبعيد. في ايه يا سارة؟ يروح لبعيد فين؟
انا بتكلم عادي. لا مش عادي، وانت نفسك بقالك كذا يوم مش عادي، في حاجه متغيره، زي ما تكون مخبي حاجه. هخبي عليكي ايه بس؟ معرفش، بس انا عندي سنسر رادار وبحس كويس قوي، ومتاكده ان في حاجه انت مش قايلها. لا انت بتقولي كلام غريب جدا. انا ماشي. ماشي رايح فين؟ انت هتسيبني قاعده اضرب اخماس في اسداس من غير ما تتكلم وتريحني؟ اتكلم اقول ايه بس؟ اتكلم وقول لي، انت ورحمه في حاجه حصلت بينكم؟ لا انت احوالك غريبه جدا، انا لازم امشي. مش هتمشي. انا عندي مستشفى، ما ينفعش اتاخر اكتر من كده. اوكي بس برضه هعرف. قبل ما تطلع من الشفط. انت مين؟ امشي بسرعه وهقول لك في الطريق انا مين. مش همشي من هنا غير لما اعرف انت مين وعاوزه ايه. يبقى انت بقى كده عاوزها تطلع وتشوفنا. صدقني مش هتندم، انا عاوزه مصلحتك. ويلا بقى امشي عشان الوقفه بقى شكلها وحش قوي. ها تحبي نروح فين؟ تيجي نروح نقعد في حته ولا نلف بالعربيه ولا ايه رايك؟ بجد شابو مدام رحمة، سلمى القمر خرجت حبيبتي. كان لازم. ايه ده؟ يا ساتر يا رب. في ايه؟ استني. مين؟ مين بيخبط كده؟ مش عارفه والله. صافي مالك عامله كده ليه؟ في ايه؟ الحقيني يا سنة، ابويا بهدل. ماله باباكي؟ في ايه؟ مدام رحمة هي ندم اللي عملته ده تبقى فعلا كفرة. استغفر الله العظيم، ايه الكلام فارغ ده؟ اعوذ بالله يا بنتي، ليه كده؟ ابويا اللي قال كده ومبهدلني ومحرمني حتى انه عيط عليها. ندى ممكن افهم بقى ايه الموضوع؟ يا بنتي انا مش بتاع لعب. وانا مش جاي العب معاك، قلت لك قصدي مصلحتك. مصلحتي ده ايه؟ انت مين اصلا؟ انا واحده تعرف عنك حاجات محدش يعرفها. حاجات محدش عرفها؟ حاجات ايه بقى ان شاء الله؟ ساعات الواحد يا دكتور ممكن يغلط غلطة واحدة بس الغلطة دي تفضل ملازمها العمر كله. يعني ايه؟ كل بني آدم وليه صندوق اسود شايل فيه أسراره اللي محدش يعرفها عنه، بس دايما الصندوق ده يقع في ايد حد. اهو انا بقى الحد ده وهكشفك. انت تقصدي ايه؟ انا مش فاهم حاجة. عن الجريمة اللي شاركت فيها وراحت واحدة ضحيتها ملهاش اي ذنب غير انها وثقت في شوية ناس ما يستاهلوش. جريمة؟ جريمة ايه؟ يلا حبيبتي اوبا، برافو عليكي. معناها كمان عشان خاطري. ها كفايه يا هارون، بجد شبعت مش قادر. يا حبيبتي انت محتاجه غذاء. يلا بقى عشان تشدي حيلي كده ونخرج من هنا. يلا دي بس عشان خاطري. شاطره، هجيب لك حاجه حلوه. تعبتك معايا قوي يا هارون. يا ستي من طول عمري تعبك، مره من نفسك بقى. يا ريت ادم يجي ويشوف يتعلم، ما كانش وصل للي هو فيه. محدش بيتعلم ببلاش، المهم انهم رجعوا لبعض. بونجور. صباح الخير. صباح. يا حبيبتي. صباح النور. تصوري لسه انا وهارون كنا جايبين في سيرتك حالا. يا حبيبه قلبي انا جايبه لك اتنين قمرات يطمنوا عليكي. اهلا وسهلا، منورين. ومين القمرات دول بقى؟ دول بناتي في المدرسه، دي سلمى ودي صافي. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك يا حبيبتي. ألف سلام عليك يا طنط. متشكرة قوي يا حبيبتي، تعبتكم. اتفضلوا اتفضلوا استريحوا. اتفضلوا يا بنات. طمنيني يا رحمة، أخبار البيبي إيه؟ تمام. ما روحتيش للدكتور زاهر تتابعي معاه؟ هروح له إن شاء الله. بيبي؟ أنكل البنات دول محتاجين نصيحة من حضرتك. وأنا تحت أمره. خير؟ شوية لخبطة كده في دماغهم ومحتاجين نصيحة منك. اسمع الاول بعدين نشوف ايه الموضوع. اهلا يا دار. اهلا يا بي. اهلا. رحمه جت؟ لسه. الله، اتاخرت بقى. اتصلت وقالت انها هتعدي على المستشفى. طيب هات خدي دول طلعيهم على اوضتنا، عايزك تحطيهم في حته اول ما تخش تلاقيهم قدامها. ربنا يسعدكم وتجيبوا دسته عيال يا رب. ربنا يخليك، بس انت ادعي لنا. والله بدعي لكم ربنا يرزقكم بالخلف الصالح. دي الست رحمة بتحبك قوي، ربنا يكفيكوا شر عيون الناس يا رب. يا رب، بس انت ادعي لنا.
عينيا يلا بقى على الاوضه. عينيا عينيا هوا. الو. ها يا حبيبتي انت فين؟ لا 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 ما قالت لي قالت لي قولي لي اجي لك ولا هتيجي انت قريب؟ طيب خلاص يبقى انا هخلص شويه شغل كده واشوفك بالليل. اوكي رحمه بحبك. وانا كمان. واضح ان المكالمه كانت ظريفه. ها ده ادم. ربنا يسعدكم يا بنتي. ربنا يخليك. ها ايه الاخبار بقى؟ تمام. صافي حكيت له عن اللي حصل. شوفوا بقى انا هبعتكم لشيخ محترم بيفهم بالدين صحيح يقول لكم كلام اللي يريحكم ويفيدكم، وانا هكلم الشيخ اخد لكم منه ميعاد وتاخدي البنات وتروحي له. بيبي ازاي يعني احنا هنحاور على نفسنا؟ مالك شغل نفسك بالموضوع ده ليه؟ يا بنتي ما كانت بتجري وتلعب معانا في الرحله عادي، حامل ازاي يعني؟ بتجري وبتلعب؟ ويه؟ وكانت عايشه حياتها على الاخر، دي لو واحده حامل فعلا كانت على الاقل خافت او خدت بالها. يعني ايه؟ هي بتكذب؟ انت ما شفتيهاش كانت بتقفل على الموضوع ازاي لما اتفتح؟ لا ما خدتش بالي بصراحه. الحكايه دي مش داخله دماغي، وانا بعد ما ارتحت لها لقيت حاجه حيرتني فيها اكتر من الاول. الست دي وراها حاجه. بقول لك ايه؟ انا اتاخرت ولازم اروح، ابويا هيبهدلني. طب خلاص يلا روحي انت. طب وانتي؟ جنتل با. هشوفه بقول لك. ها؟ طب ماشي يلا باي. سالو. دادا يا دادا. ايوه يا هاني تحت امرك. مين اللي جاب الحاجات دي؟ البي جابهم وقال لي حطهم على سريرك عشان اول ما توصلي تشوفيهم. البي؟ ايوه وكان مبسوط قوي، قعد يقول لي ادعي لنا يا دادا، انا بحبها قوي يا دادا. غريبه قوي. غريبه ليه يا بنتي كفر الله الشر؟ انت عارفه ان هو بيحبك ونفسه يخلف منك قوي، وان كان على اللي حصل بينكم سحبت سيف وعدت وراحت لحالها. خلاص يا دادا روحي شوفي انت هتعملي ايه. حاضر. جريمة عملتها ومش عارف أهرب منها، وبالوقت دلوقتي إن أنا أعترف علشان أحس إن أنا استريحت، خصوصا إن في بيبي جاي، وبصراحة مش عاوز يدفع تمن الغلطة دي. مراتك حامل؟ تصور كنت بشك في الخبر من الأول، لكن دلوقتي أنا أسعد بني آدم في الدنيا. طيب لما أنت سعيد قوي كده أمال شاكك في إيه؟ أبداً، وأنا بشتري لبس البيبي النهاردة على قد ما كنت فرحان على قد ما كنت خايف. افتكرت أمي وقعت ليه لما عرفت إن أنا عايز أطلق، وأبويا ليه كان هيتجنن لما عرف ان انا بخرب بيتي بايدي. ساعتها بس عرفت يعني ايه اب، عرفت يعني ايه خوف. طيب الجريمه دي ليها علاقه بالكابوس؟ ايوه كان نفس الخبر بس ليه وش تاني خالص. خبر ايه؟ تقصد الحمل؟ ايوه اتصور يا دكتور الخبر اللي خلاني اسعد واحد في الدنيا هو نفس الخبر اللي خلاني ارتكب جريمه عمري ما صدها. انا حامل.
قلتي ايه؟ بقول لك انا حامل. حامل ازاي؟ انت مش بتاخدي مانع؟ ما اعرفش ازاي حصل بس حصل. مريم حبيبتي انا ما كدبتش عليكي، وعلاقتنا كانت واضحه من الاول، لا جواز ولا خلفه. انا مش بقولك عشان تتجوزني، وحتى لو بتمناه مش هينفع. انا بحبك بجد، وعمري في حياتي ما حبيت حد كده. انا معاك، لقيت نفسي اللي كانت ضايعه مني، دقت الفرحه اللي ما دقتهاش، ورغم كل ده بقولك مش هينفع. هو ايه اللي مش هينفع؟ انا لازم اتخلص من الطفل ده. انا لا يمكن اشارك في حاجه زي دي. لو انت عايزه بقى تسقطيه انت حره. ابوس ايدك عشان خاطري، لازم تساعدني. انا لازم اخلص من الطفل ده، لازم. لازم ليه؟ في ايه؟ انا متجوز. شكرا. الف سلامه يا استاذ. حاولت الساحرة الشريرة إنها تموت سنو وايت بكل الطرق، لكن كل مرة كانوا الأقزام السبعة بينقذوها، إلا آخر مرة نجحت محاولتها وفضلت سنو وايت فقد الوعي لمدة طويلة بسبب التفاحة المسمومة اللي أكلتها واللي كانت مديها لها الساحرة الشريرة. أما الأقزام السبعة افتكروها ماتت وحطوها جوه التابوت، وفضلوا الأقزام السبعة يحرسوها، واحد ينام وواحد يفضل صاحي، لحد ما جالها الأمير بص عليها جوه التابوت وما كانش قادر ينزل عينه من عليها. عارفة ليه؟ حبيبتي عارفة إن حكاية ندى أثر على الكل، وأنا أولكم، حاسة بيكم وبحزنكم وحزينة زيكم يمكن أكتر، بس أنتوا عارفين الامتحانات قربت ولازم نركز شوية ونطلع من مود الحزن ده. لو أي واحدة فيكم عندها سؤال تجيني وأنا أشرح لها. يلا اشوفكم وقت المراجعه. مدام 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 رحمه. راسا في حاجه؟ كنت عاوز اعرف هنروح للشيخ امتى. هكلمه النهارده واشوف ظروفه وهقول لك. يا ريت يا مدام، انا فعلا محتاجه اقعد معاه قوي. بس يا ريت تقنعي سلمى تيجي، عايزاها هي كمان تسمعه. بس سلمى من ساعة ندى وهي طول الوقت ساكتة وما بتكلمش حد خالص، أنا بجد خايفة عليها. لا اطمني، أنا مش هسيبها بعد الامتحانات ولا هسيبك أنت كمان. ميرسي قوي يا مدام. مدام رحمة. نعم يا حبيبي. كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة. قول. هو حضرتك بجد حامل؟ يا جماعة ركز شوية، مش معنى السياحة قلت إن إحنا ما نشوف شغلنا. فدم الشكاوي كلها من الفنادق وعملت الفنادق، مش من الشركه ولا برامجها. مش مشكلتي، انت عشان تقوم السياحه تاني لازم تشتغل على نفسك الاول، والفنادق اللي هتشتغل معانا هي دي اللي احنا هنشتغل معاها الفتره الجايه. تحت امرك. ده تصور عايز اعرضه لحضرتك. الفنادق اللي الو. طيب هو في ميتنج دلوقتي. طيب ثانيه واحده.
مدام رحمه بتقول ان هي عايزه حضرتك ضروري. طبعا ازيكم سامر، خليه لي. الو، ازيك عامل ايه؟ سوري معلش، عامل موبايلي سايلنت في ميتنج بس. والله طيب اوكي هكون موجود. ماشي باي. ده الحل الوحيد اللي ممكن تساعدني فيه. مدام رحمه، انت من بدري قوي عماله تتكلمي في كلام انا مش فاهمه، بس انا ما اقدرش اعمل عمليه زي دي. انت متاكد؟ ممكن افهم انت بتلمحي ليه؟ اصلي فجاه ومن غير قصد وقعت تحت ايدي معلومه انا ما صدقتهاش، بس لما اتاكدت اتفاجئت. معلومه ايه؟ انك عملت العمليه دي قبل كده. انا استحاله طبعا. قبل ما تتورط في كدبه تانية، انا عارفه انك نضيف ومالكش في السكه دي، بس ساعات يا دكتور الواحد يعمل حاجه يدفع ثمنها مدى الحياه. انت جبتي الكلام ده منين؟ من واحده معرفهاش، ومعرفش ليه قالت لي الكلام ده. اسمها ايه؟ مش مهم، المهم نحافظ على السر عشان سمعتك زي ما بتقول. ده تحديد. دكتور انت هتعمل اللي هطلبه منك. وانا قلت لك ان انا مش هعمل العمليه دي. ومين قال انك هتعمل عمليه؟ يعني ايه؟ يعني هتقول ان ده غصب عنك وعني. هو ايه اللي غصب عني وعنك؟ انا مش فاهم. انا اصلا مش حامل. نعم، مش حامل ازاي؟ يعني كان لازم الاقي حجه ارجع بيها جوزي من غير ما اهين كرامتي. رحمه هانم، انا مش فاهم اي حاجه بصراحه. هلو. اتفضل. خير؟ في المره دي بقى في ايه؟ وانت يا رحمه بتعملي كده ليه؟ ليه كل علاقه بدخلها بلاقيكي طالعه لي فيها؟ عملتلك ايه؟ سهر، انت فاهمه غلط. لا انا كنت فاهمه غلط، بس دلوقتي فهمت. فهمت ايه بس؟ تعالي هنا سهر. روح وراها فهم. فهمها ايه بس؟ اللي اتفقنا عليه، انت دكتور وانا مريضه. سهر سهر. اهلا سهر، اتفضلي. صوتك في التليفون قلقني قوي. انا اسفه يا ادهم، بس كان لازم اجيلك واتكلم معاك. خير؟ مع الاسف هو مش خير خالص. مش خير خالص يعني ايه؟ انا كنت شاكه، ولما اتاكدت النهارده قلت لازم اجيلك عشان اكشف لك حاجه غايبه عنك. تكشفي لي انا حاجه غايبه عني؟ انا ما اقدرش اشوف حد مخدوع واقف اتفرج عليه، خصوصا لو الحد ده قريب مني وياما وقف جنبي وعمل لي حاجات كتير. اتكلمي يا سهر، وترتيني. مراتك بتخونك يا ادم. انت بتقولي ايه رحمه؟ لا مشكلة كبيرة أوي، ملوش لزوم خالص الكلام دلوقتي يا علي. هو الباشا بقى متعصب أوي، أصل اللي يخليه يخرجنا بره المعرض ده يبقى يبقى إيه؟ من إمتى إحنا بنتدخل في اللي مالناش فيه؟ كل واحد يركز في أكل عيشه وخلاص. حد معاه سجاير؟ آه معايا. يعني سكتي؟ يا ساهر ده أنا ماشي موظفين عشان تتكلمي براحتك. يا آدم أنا قلت لك اللي أعرفه. بس اللي قلتيه ده يخرب بيوت. أنا مش متأكدة من حاجة، كل دي شكوك، بس هي السبب في ده، هي اللي بتعمل حاجات تخلي أي حد يشك فيها. أنت قلت إنها بتخوني مع مين؟ اسألها هي يا آدم، أهي عندك. طب أنت جيتيلي هنا ليه؟
لانك صعبت عليا انك مأمن لها بالطريقه دي. انت ايه اللي خلاكي تشكي فيها؟ تصرفاتها الغريبه، كل ما اعرف بني ادم تحوم حواليه. تقصدي شريف؟ شريف قصه وخلصت خلاص. امال مين؟ اتكلم معاها يا ادم، حاول تفهم منها هي بتعمل كده ليه، او دور وراها وانت هتفهم كويس. انا عملت اللي عليا وحذرتك يا ادم. سهر دور وراها يا ادم، اكيد هتلاقي حاجه. سهر ما دام جيتي لحد هنا يبقى انت اللي لازم تقولي لي. هي مراتك حامل فعلا؟ هي بتقول كده. وانت اتاكدت؟ هعرف ازاي؟ طب اسالها يا عايزه ايه من زاهر. زاهر في ايه يا ادم؟ في مشكلة تاني بينك وبين رحمة؟ في مشاكل في الشغل؟ اتكلم يا ابني. لا مؤاخذة يا بابا، بس أنا هاخد بعضي وأمشي. يعني إيه تمشي؟ أنت جاي تقلقني وتمشي؟ يا بابا أنا كنت قرفان بس شوية من نفسي كده، قلت هاجي أتكلم معاك وخلاص. قرفان من إيه بس؟ يعني حاسس إني عامل زي الطور في الساقية. عينيا متغمية ومش شايف حاجة، عمال ألف وبس. يا ابني استهدى بالله كده وفهمني في إيه. بصراحة أنا تعبان مع رحمة وما أظنش هعرف أكمل. أوعى تقول لي إن حد بعت لك مسجات تاني ولا حد قال لك حاجة. تبقى أنت بصراحة تعبان ومحتاج دكتور. يا ابني مراتك حامل، مش هتستحمل صدمة تانية زي دي. أنت مش بعتها لزاهر؟ أنا قلت لها تروح. وسألته؟ وأسأله ليه؟ أنا فعلا تعبان، لازم أرتاح. آدم، أنت شاكك في الحمل ده؟ بصراحة أنا ما بقتش واثق في أي حاجة حواليا. هي كانت عملت إيه لكل ده؟ هو ده اللي أنا عايز أعرفه. بص بقى، مرة تانية بقول لك ما تخربش بيتك بإيدك. اتقي الله في مراتك يا أخي. ممكن افهم كنت فين؟ انت مستنيني ومكلف خاطرك عشان تسالني كنت فين؟ ما انا لازم اعرف كنت فين ومع مين. روح اسال صاحبتك. ما تتكلمي عادي زي ما بكلمك، كنت فين؟ ايه؟ انت هتفرج علينا الناس. تعالي نخش جوه ونتكلم. اتفضل. انت مجنونه يا سهر، ازاي تقولي لادم حاجه زي كده؟ ايه؟ خايف؟ وهخاف من ايه بس؟ انا مش قادر اصدق. سمي بإيه اللي أنت عملتيه ده؟ أسميه دفاع عن النفس. من إيه؟ أنت حد كان ماسك بحاجة عشان تدافع عن نفسك؟ ما قلت لي كان جالي إيه؟ وأنا ما صدقتش ولا كلمة من اللي أنت قلتها. وأنا هكدب عليكي ليه بس؟ أنا متأكدة إن في سر ما بينك وما بينها، وأنت مش عايز تقول لي. دي بتقولي إيه؟ بقول اللي أنا حاساه. أنت مش حاسة بحاجة يا سهر، أنت كل اللي بتفكري فيه نفسك وبس، ومش مهم اللي يحصل. والله لو ما فيش حاجة بينك وبينها، ما فيش حاجة هتحصل. إنما لو في بقى، يبقى تستاهلوا أنتوا الاتنين. يعني أنت ضميرك هيستريح لما تتأكدي إن مفيش حاجة بيني وبينها؟ وتقولي خربتي بينها وبين جوزها؟ ما تتكلمي، سكتي ليه؟ قول لي انت في ايه بينك وبينها وانا استريح. تاني يا سهر تاني، ما قلت لك واحده حامل وجايه عشان اكشف عليها، في ايه دي؟ حتى حكايه الحمله دي مش داخله عليا. يعني ايه مش داخله عليكي؟ يعني زي كل اللي قلته، انت ما تعرفش رحمه كويس، يوم ما هتعرفها هتعذرني في كل اللي بعمله ده. وانت جايباني هنا ليه يا رحمة؟ هتعرف دلوقتي يا شريف. هي البنت الصغيرة اللي ماتت مدفونة هنا ولا ايه؟ اللي مدفونة هنا ما بتفرقش عنها كتير. مش فاهم. أهلا يا ست هاني. أهلا يا حاج. أنا فتحت الحوش وظبطته من ساعة حضرتك ما كلمتيني.
بس ليه كده بالليل؟ تسلم ايدك، معلش ظروف. اتفضل. ما تشيك انت مخضوض ولا؟ خش يا بيه، ده أأمن مكان في الدنيا. بعد إذنكم. تفضل يا حاج. تقرش الفاتحة ليه؟ رحمة، مين اللي مدفون هنا؟ قبل ما أقول لك مين، في حاجة لازم تعرفها. حاجة إيه؟ ده المكان الوحيد اللي ما ينفعش حد يكذب فيه. مش فاهم. أنا بحبك يا شريف، عشان كده اخترتك من دون الناس كلها، عشان أقول لك على حاجة ما حدش يعرفها. أنت بتقولي إيه؟ ده اللي خلاني أخلي سامح تبعد عنك. زيرا، أنت من حقك ترفضني، بس لازم تصدقني عشان ما يبقاش مصيري زي المرمية هنا. ويا مين المرمية؟ واحدة حبت بجد، بس كان مصيرها الموت على إيد ناس ما حسوش بيها. هي مين دي؟ أختي. أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها، ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، أسرار مخبينها. مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها، ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرف. مسابش حد فينا إلا وكتفوه، ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه، والماضي مهما يقولوا عدى مستمر. مسابش حد فينا إلا وكتفوه، كلنا بنمسح ذنوبنا في بعض من كسوفنا منها، أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها، ونفسنا ما عندنا وما حدش حب.